الفكرة القديمة عن الجهاز العصبي كانت فكرة مبسطة جدا، إن الوحدة العصبية عبارة عن خلية بتستقبل الإشارات عن طريق زوائد متعددة زي فروع الشجر كده، تستقبل بيها الإشارات وبعد كده يطلع منها كبش هو الأوامر بتاع الخلية وهو كبش الإرسال. أو الذات هي دي اللي بتهيمن وبتستعمل المخ كله، وهي دي اللي هي بنقول إن هي فوق، إنها فوق الزمان وفوق المكان، فهي فوق ما لا يجري عليها التغير، بمعنى إن الجسم يموت هي ما تموتش، المخ يموت هي ما تموتش، المخ يتغير هي لا تتغير، جسمي يمرض هي لا تمرض، جسمي يشيخ هي لا تشيخ، فهي دي اللي بنسميها النفس الخالدة، وهي لها هذه الحاكمية المطلقة بناء على النفخة الربانية، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فهي للنفس الإلهية وهي للسر الأعظم من هذا كله. وفي الواقع دي معلوماتنا عنها مجرد أنها موجودة، لكن هي إيه فين وإزاي وإيه حكايتها وإيه ماهيتها الله أعلم. دي أكبر رمز في الإنسان كله.